مرحبا بك برنامج دودو في اي بي ونهار كبير هذا بزاف الناس يقولك جمهور ديالنا بغاو يعرفوا شنو هو كيرو. الله يكبر بك اول الخير والله يرحم لك الوالدين على الضيافه ديالكم. كيرو واحد الانسان انور عثمان طنجاوي وبغيتي تعرفو اكثر. ها وجهي مرحبا بك اخي. مرحبا بك تلاقاو في الزنقه اخو نعرفوك. مرحبا سلموا عليك صوروا معاك الخير. فوقاش بديتي؟ بديت ولد الناس في 2008 2007 دابا واقيلا شي 14 عام تقريبا. دابا رجعتي بشي ستيل جديد باش رجعتي عاود لنا كيفاش دوزتي هذيك الصعوبات ديال في ديك الوقت. في ديك الوقت كان هادشي هذا صعيب. كان هادشي هذا صعيب يعني بالنسبه للماتريال والمعاونه. الشباب اللي مازال عاد تيعرفوا داك الشيء فهمتي تيجاهم دابا ساعه الاستوديو كدا عاودنا على داك الشيء واش كان بالكاسيت باش كان باش خصنا نعرفوا شحال هادي كان داك الشيء. حنا ما كدبوش على الله نقولوا دركنا داك الشيء الكاسيت. حنا ملي جينا لقينا داك الشيء ديال بحال نقول لك الميكرو كنا كنعيطوا له ميكرو د لادو ديك الميكرو ايضا ندور عرفتي هذاك لادو كنا كنقولوا له لادو السميه ديالو اللي غير ما كنعرفوهاش. عاود الشطابه وكتكالي بديك الكاتري في القنص تسكالي هيدا وكدا وكتدخل وصاحبك كيبقى شابر لك هيدا تسكالي تتسالي البيستا ديالك فاهم. والبيستا فيها 700 بيستا باش يلاه تسمع صوتك حيت ما كان ديك الساعه ما كاليتي ما كايناش كارت صو والو فهمت ما كايناش. تبارك الله. ولكن دابا باش تحس هذا السيد دابا بزاف راه دابا راه كلشي كيفاش جاك ساهل. لا دابا كلشي موجود. لا وانت كيفاش جاك حيت دوزتي داك الشيء الصعبه كيفاش جاك دابا؟ دابا هذا الشيء هذا ساهل. دابا ساهل وتعطينا العصير والزيت ضروري ضروري. عطينا الحقيقه. خو ديالي سمعنا ملي كنتي خدام في العسكر وما بقيتيش واش ما قديتيش على فردي ولا على كالاش ولا فهمت خصني نفهم هذا الشيء. وا سادي نقول لك دابا لا هضرنا لا هادشي هذا نخرجوا. المهم انا ما نقدرش نعطي واحد الحاجه اللي ما كتعطينيش ديك الشيء اللي كنستنى. نعطيك العمر ديالي عطيني جوج دراهم ما يمكنش هذاك راه العمر ديالي. مش فاهم قندور انا مره الحسيمه مره قنيطرة مره كازا مره تسيب من هنا غطس هنايا راه ما كايناش هذا الشيء. على جوج دراهم لا هادشي علاش خرجت اخاي دودو. شحال ضربتي معاهم من مده؟ ضربت معاهم 10 سنين اخاي دودو. 10 سنين بالميليتر. 10 سنين 10 سنين شفنا فيها بزاف وتعلمنا فيها بزاف وتعرفنا على الناس بزاف وعلى واش تحس دابا؟ وديت الاستفاده من عندي. ديتي الاستفاده ما تتسماش تشمتي. لا 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 داك الشيء انت خدمتي وما عطاوك الفلوس عاد. نعيش واحد التجربه الناس كيخلصوا عليها الفلوس. تنقص من الطياره 5 مرات في النهار وواحد مره بالليل راه ما راه الناس كيخلصوا عليها الفلوس باش يعيش ديك لاشوت. دابا انت طحتي من الطياره. انا تسيب زايدك بس كنفطر في السما مع خفيف. تبارك الله عليك. خلينا مع عسكر. علاش بدلتي السميه ديال مرت المور؟ سميت مرض مورو اول كاين جوج الاسباب. السبب الاول هو ان كان فيزاج ديالي معروف مرض مورو. لا رجعت بديك السميه راه باين شكون هو داك مرض مورو بحال هكا ما كاين فهمتي يعني ما كاين لا كاغول لا والو ديك الساعه بلا ما نعمل كاغول واش فهمت. ثاني حاجه على اللهجه ديال الداخليه كيقراوها مرض مورو ثم واقيلا عارفين ثم كاينين جايلين وكنعرفوا شنو كيقراوها مرض مورو هذه شويه جسم بيزار. ود الخير شكون اللي تيعاونك دابا حيت رجعتي بصراحه؟ بصراحه عندي الاخ ديالي هو اللي كيعاونني يعني بزاف. كيعاونني من ناحيه الريكورد ميكساج ماستورين كومبوزيسيون وكذا وكيبقاو عاوتاني كاين واحد الناس اللي كتعاونك عاوتاني في المورال فهمتي. كاين واحد الناس كتسمى اول حاجه ولاد الحومه ديالي ولاد الاصدقاء اللي كذا هذوك كيعاونوك كلمه مزيانه كيزيد يدفعك فهمتي. ابار حنايا كتكوني شي كليب كتخسر كتخسك شي حاجه راه كاينه الناس كتجي كتعاونك ولاد الحومه ديالك صحابك الاصدقاء ديالك يعني انا غير الانتوراج ديالي هو اللي كيعاونني فهمت. تبارك الله عليك الله يخليهم لك الانتوراج في حياتك. الله يرحم لك الوالد. علاش التيم ديالكم في الحومه ديالكم سميتو فافيلاس؟ التيم سميناه فافيلاس حيت فافيلاس واحد الحي شعبي في البرازيل. افقر حي في العالم كاينه في البرازيل في ريج دو جينيرو. فافيلاس ما الطريق ما كايناش يعني الا بغاو يدخلوا يجيو لابيلانس تدخل راه ما كتدخلش. وكذلك حنا عايشين في ديك الحومه كنحس براسي فافيلاس واش فهمتي. وباش نبان لي فافيلاس هي اللي هذيك الحومه هي اللي كتعبر على الحومه ديالنا وحنا فقراء وكنتعاونوا مع بعضنا فهمت. فافيلاس عايشين هاي داكشي فوقشي فقراء وكلاس ونضحكوا قدام الناس ومريض ونقولوا لاباس هذه هي الهضره الخايبه شي اللي كاين.
وهاد فافيلا جات منا واحد فكره. شنو هي هاد الفكره؟ انا عندي له واحد بحال قلتي شركه اسمها فافيلا سبيريت، فهمت؟ الشركه ديالك د الحوايج ديالك فيها كل شيء، الحوايج د الموسيقى الفيزيال هادو ما تيبقاوش باقيه فوق الاخا وديز تكون اغلي. واخا انا واخا نقول لك على هذا بابلو اسكوبار بيخرج. كنا خرجنا من الفقر ومازال في الفقر. سالينا الخاوه يعني كاين، فهمت؟ يعني كي الخايب بعض المرات كيعطي لي كيرو في الكلاشات ديالك. شنو تتقصد؟ تسبب لي ديما منير في ديما مع الصف خصنا نتعرف شنو شكون هذا اللي تتقصد بهاد الديسك ديالك. فهمنا بين الديسك ديالك نعرفوهم على شنو تيقصدوا وشنو تيمعني وشنو تي. اول حاجه هي بحال نقول لك منير في هذاك الفيلينغ بغاني نكون منير في غنحطو منير في حيت ما يمكنش هو منير في فيلينغ انسترومونطال منير في وانا غنبرطب. هذه ما كايناش كتسمى فقط سير احساس، يعني ضروري غنكون منير في، فهمت؟ في الراب ديالي حيت كنضرب هادشي اغريسيف اللي كنهضر عليهم انا الروب، وكنقصد على بزاف ماشي واحد، بزاف عندهم شي افكار ما كيعجبونيش انا في الراب. ماشي شخصيا انا عندي المشكل مع الناس، لا عندي مشكل في الافكار ديك الناس اللي كيقولوا. ولكن دابا كله والدمغيه ديالك دابا عاود تنتيناتي تتبان لهم في الافكار ديالك راه في شكال عاود. لا وبلاتي حيت حنايا في طنجة انا نقول لك حصلنا في واحد الدوامه الحديد براكاز الغبره كذا كذا، ما كاينش النيتشات في الراس جدادين في الكليبات ولا واش فهمتيني شنو كنقول لك. هادشي علاش كنهضر لك انا عاودنا تمشي مع الموج. واخا نقولوا انت عملتي واحد كذا ولكن ماشي دائما نقولوا حنايا مشيتي عملتي ديك كليب الحديد وكذا الغبره براكاز كذا 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 ولكن ماشي دائما واش فهمتي. كاينين افكار حنا دابا ميريكان، حنا نجيبوا السيل من عند ميريكان ذا الدريل ولا اي حاجه ولكن حنايا عندنا مواضيع اللي نغنيو على ميريكان واش فهمتيني. الجديد في المواضيع فعلا نقول لك فهمتيني شنو باش نقول لك. الجديد في المواضيع ماشي غنبقى نغني انا دائما براكاز كذا كذا. هادشي اللي كاين. كيرو شكون اللي ما تقدرش تغني معاه؟ الناس اللي ما نقدرش نغني معاهم هما اللي كيكذبوا كيقول لك حنا غينغستر ما كنخطفوا بنادم كنبيعوا الغبره وحنا كنعرفوهم بالواحد بالواحد. ما كاينش ديك الشيء ما كيكذبوا لنا في وسط وجهنا في الزنقه ما كاين حتى شي واحد فهمتي. وكيتاثروا بشي حاجه اللي سياش ولا داك الشيء ما كاينش في المغرب. داك الشيء هنايا بالبلاد راك عارف خيدوضو ما غنغنيو على الواقع غنغني معاه على الواقع على الحقوق الله يرحم يمك. يقول لي انا كنبيع الغبره ولا عندي فلوس وكان المولى الدولار وكذا داك الشيء ما كاينش. انا حشم البابا يتفرج فيا كنقول لك كنكذب واش فاهم زيني. حشم البابا يتفرج فيا كيقول لي ولدي كيكذب حشومي ولدي كيكذب يعني كيقولوا انا كنتقاسل باش ياكل طرق الخبزه فهمت يعني فهمتك. ولد الخير كيفاش جاتك التحسينات يا رش رش؟ زين الله عليك اخي سير رش رش تسالم عليك. كيفاش يجيك الرب في طنجة؟ الرب في طنجة ماشي مزيان بالنسبة لهذا العامين الاخرى ماشي مزيان. يعني بزاف بدينا كنشوفوا بزاف المواهب طلعات بزاف السيلات بزاف الناس بانوا بزاف الناس اللي كانت ديزاكتيفي يعني بحال نقول لك ولات اكتيف اجور فهمتي. يعني كاين الناس اللي كانت شحال هادي غايبه رجعت دابا كتحط كل شهر كتحط الكليب ديالها الديسكو ديالها مزيون. شي واحد في طنجة تيعاونك من الروب؟ الروب با كيما قلت لك راه كاين تيم هذاك التيم كيعاونوني بحال نقول لك كاين التيم ديالي كاين الدري فافيلا لاصق فيها الاكس ميد واحد الدري الارمي باكسر الارمي وكاين الساما يعني الدري عثمان ماشي واخا ماشي رابير ولكن كيعاونوك بعض الحاجات كتوقف عليهم بحال الكليب بحال فهمتي. صحيح الدراري طنجة كاملين خاو ديالي وسمعنا ولا كذبوا علينا ولا بصح قال لك بلي غنيتي على الدولة وتواصلوا معك في التليفون. هادي حقيقة هادي ماشي كذوب يعني كنا غنينا واحد التراك ما نوليش وانا كانت سكوبية ديالي اللي قصعت بزاف الهضرة وما عرفتش المهم وتواصلوا معايا هذيك الناس ونبهوني و وخرج خرج الموضوع بسهل سيدي كاين. ولد الخير كيفاش يجيوك الروابا اللي تيديروا البوز بالشوها؟ الروابا اللي كيديروا البوز بالشوها واخا انا نعطيك واحد انا نقول لك كيفاش كنفكر انا كيفاش نخيطو
الرابير وشحال غيعطي في الطوب ديالو؟ 5 سنين هو في الطوب، خلينا من هو كيرابي ولا كيغني 5 سنين في الطوب كارير ديالو كتجبره كبيره 20 عام، ولكن 5 سنين راه بلافو ياك. انت عملتي واحد الشوه في ديك باش بانتي في ديك 5 سنين، ضربتي 5 سنين وضربتي 6 سنين و لا نسميو الواعر غيضرب 7 سنين 8 سنين هو في الطوب. ملي غتسالي ديك 7 سنين ديك 5 سنين ملي غتدور غتشوف شنو خليتي موراك وباش تشهرتي ولا غتصلح شمجي غتكون عندك 50 عام 40 عام. ونتمنى يطلع كل واحد في الكارير ديالو يعني بنجاح نزيهو. يعني تكون طالع بدراعك بالخدمه ديالك راه ما كتحشمش شي حاجه عدلتيها في ديك الكارير، واش فهمتي؟ شنو تتقصد بعد الشوهه بالنسبه ليك؟ شكون بحال هاد الشوهه وفاهمنا قصد لنا الموضوع نيشان الشوهه بحال دابا انا نقول لك الشوهه رابيروس كي بحال نقول لك كيخرجوا لايفات كيبقى انا والله تنضربك انا والله فهمتي الشوهه وكيتنوض هذا المشكل هذا وكيستقر مشوه هو واكل في طهرو ولا شي حاجه شهر غير ديك الوكله قاتله الدار ولا فهمتيني حياته كيكون في طهرو وكيتشهر بهذاك الشيء فهمتي كيفاش ولا كيتشهر شي زبله عمله اولا هو كيتعلم انه يعمل ديك الزبله باش تبينو باش يعمل البز وحنا عارفين دابا كيفاش البز واش فهمتي كيفاش هادشي اللي كنهضر لك عليه اخي بون الخير خلينا من المشاكل شنو الجديد ديالك واش من فيتيرين كاع كاين فيتيرين ديال بزاف مع الدراري كاين الجديد ديالي كاين فيتيرين صورنا كنا خصو ينزل كاين واحد دويسك مع واحد الدري التيم ديالي من فافيلاس اسمو الطاكسر ارمي وعندي فيت مع مستر علاء فيت عندي مع مستر علاء زيوان والصمار والروفيكس المهم الدراري ديالنا عندك الروفيكس صما حمزه افرو اللي عندي مع جود ديالك هذاك مسجلين خصهم يتصوروا المهم كاين الدراري ديالهم نفسهم كاين الخير روفيكس كاين الخير تحيه لهم هذا المنبر شنو تقول للجمهور ديالك والجمهور ديال برنامج دودو في اي بي شنو تقول لهم اخر كلمه كنقول شكرا اخ ديالي دودو على الضيافه ديالكم وكبرتوا بينا كبار بيكم تسوما كنشكر الجمهور ديالي الساعة كنشكر الجمهور ديالي ونقولو خليكم في الخطرة باقي كيلعب شي لعبات مزيونين اللي ما شو شي كتوقعو